إن دايمولامبا أكتر من سجل أهداف في نسخة واحدة من البطولة وكانت قدام مصر 1974 مع زائير. إن دايمولامبا أسطورة زائير أو الكونغو الديمقراطية عنده رقم صامت بقاله 50 سنة في أمم إفريقيا، ومن بعد 1974 قصته بقت مأساوية. بداية مسيرة مولامبا كانت قوية، ومع انضمامه الفيتا كلوب منحه موبوتو رئيس البلاد عربية فولفو علشان يكون أول رياضي يمتلك السيارة دي في 1972. وبعد سنتين مولامبا قاد زائير للفوز بأمم إفريقيا وسجل 9 أهداف منهم هدفين ضد مصر في نص النهائي وأربعة في النهائي ضد زامبيا اللي اتلعب مرتين، عشان يفضل رقمه صامت كأكتر واحد سجل في نسخة واحدة في أمم إفريقيا من 50 سنة. لما رجع بلاده اتكرم بعربية فولفو تانية بس أجدد من الأولى، وكانت أحدث سيارة في العالم. لكن بعد المشاركة الضعيفة في كأس العالم سنة 1974 السيارة اتسحبت منه لأنهم دنسوا وجه زائير على حسب كلام موبوتو. حكاية مولامبا المأساوية بدأت بعد كاس العالم. اتكرم في أمم إفريقيا 94، وبعد ما رجع لبلاده اقتحم بيته 4 مسلحين ومعاهم رسالة من الرئيس، وطلبوا منه الميدالية والفلوس. مولامبا رفض، فاتضرب بطلقة في رجله اللي شهدت على المجد، وشاف ابنه هو بيموت برصاصة في رقبته. مولامبا هرب لجنوب افريقيا واشتغل عامل جراج هناك لحد ما شخص اكتشف حياته، واتكرم في افتتاح كاس العالم 2010 ومات في بداية 2019، لكن لسه رقمه صامد رغم كل اللي تعرض ليه.